ودينا كابتن الفريق في الاجتماع ده عملت ايه بقى؟ شديت على مين؟ قولي لي يا دينا. هي اولهم. ده هي طبعا اولهم. بص يا كوتش هيثم، هو اهم حاجه ان احنا كنا نازلين الجيم احنا يعني خمس لعيبه قدام خمس لعيبه، هي ما فيهاش يعني هزار. احنا هنعمل اللي علينا والباقي بقى على ربنا، واحنا كنا ملتزمين يعني تماما بتعليمات الكوتش اللي هو قالها لنا. هو كابتن جاد طبعا اكدوا علينا في حاجات كتيره جدا، والبلايس بتاعتنا والديفنس، حتى الكابتن ايهاب كان هنا كان قايل لنا هيعمل دي لحظه رفع الكاس ماتش اب كتير. يعني مشهد اتكرر كتير صراحه. لا بس كل مره بتبقى مختلف عن الثانيه الحقيقه، يعني خصوصا وده اللي عايز اسمعه منك. لا كل مره بيبقى ليها شبع من البطولات. بالظبط. لا يعني خالص، احنا معاكم للاخر لغايه ما تزهقوا منه. بالظبط. يعني الحمد لله. خدوا البطولات زي ما انتم عايزين. يعني احنا حتى لما فعلا كسبنا الجيم ده فعلا كلنا كنا مبسوطين جدا، وفعلا شفت ناس عمري ما حسيت انها مبسوطه قد ما شفتها الماتش ده، بالرغم ان هي ممكن تكون حتى ما لعبتش. فكان شفنا البنش في الاخر. الحقيقه حتى كمان كلنا لما دخلنا اللوكر روم كلنا بنقول انه ام في بي الجيم هو البنش. برافو عليك. احنا اصلا ما قلناش ان في حد من اللعيبه كان احسن لاعب، هو كان فعلا البنش. كلنا كنا مجتمعين على النقطه دي. برافو عليك. فحقيقي فعلا احنا كنا مبسوطين جدا. و دينا انت ككابتن فريق وبتخرجوا كسبانين من ماتش زي ده وكل الفرقه فرحانه، احنا كنا لعيبه وحصل ده معانا 100 مره، ممكن لعيب ما يكونش شارك كتير، ممكن لعيب ما رؤيه الجهاز الفني وتحترم، بتحسسوه ازاي ان هو نجم الماتش؟ هو ده وارد وهو بيحصل عامه كتير جدا، بس هي النقطه بتبقى في حاجه ان اكيد طبعا كابتن ايهاب بيبقى ليه رؤيه معينه في الجيم، خصوصا لو الماتش كريتيكال او ماتش فاينل، ما بينفعش ان هو مثلا التغييرات فيه تبقى كتيره، بتبقى مثلا محدوده رؤيته الفنيه. هو بالذات هو شايف كده، عكس ان في ماتشات كتيره قوي هو بيشوف انه لا، حتى لو الجيم ازم حاجه بس دي فرصه ان هو يتعوض في حاجه تانية. بس في اوقات احنا ده ما يتعوضش، فهو بيضطر ان هو لا، هو يعني شايف ان هو بالظبط واللعيبه مقدره ده. يعني فعلا ساعات كتيره انا ببقى من الناس اللي مش متوفقه. طب اللقطه دي بقى انا عايز اعرف كان بيقول لك ايه بقى هنا؟ كان كابتن ايهاب افتحي على البيز لاين عشان تسيب لنا مساحه نلعب. لا بتقول لا تاني واحده واحده. افتحي لنا الملعب. عشان كنا بنلعب خطه هاد وهورن، البلاي ميكر مع البيفتس، فالقطارات فاتحه على الجنب. هو عايز الملعب يفتح بالظبط عشان هم يعرفوا يلعبوا 1 اون 1 ويلعبوا مع البيفتات. عشان احنا كان عندنا يعني طلب منك تفتحي مساحات في الملعب. بالظبط، عشان لما نلعب 1 اون 1 يبقى في مساحات، يبقى في مساحه حتى لو حصل هيلب يبقى في حد فاضي على 3 بوينت. بالظبط على 3 بوينت. اي نعم انا ما كنتش متوفقه بس حاولت ان انا اعوضها بحاجات. المكسب بينسي كل حاجه. بالظبط. انا كنت على قد ما بطر بخش وباسست الناس عشان هي كانت. طب دينا انت كلمتيني عن دورك مع اللاعبات واحساسك بيهم واحساسك ككابتن فريق، كلميني عن اللينك اللي بينك وبين الهيد كوتش او الجهاز. ممكن يحصل فيدباك منك تكلمي الكوتش تقولي له انا شايفه كوتش ان كان يعني في ديالوج، في كوميونيكيشن بينك وبين الكوتش، ولا لا هي تعليمات بتتلقيها وبتنفذيها بس؟ لا هو بيبقى في مناقشه في حاجات كتيره الصراحه، بس مش في كل الاوقات. في اوقات يعني ممكن الكوتش يعني يتناقش معاكي، في اوقات انا لازم استقبل، بس انا ما ينفعش اتناقش معاه في حاجه. برافو. وهو الكلام انا باخده منه زي ما هو، مفيش وقت نتناقش. وبالظبط باخده منه زي ما هو، خلاص انا بضطر ان انا انفذه كده. انما لو في وقت تاني ايا كان هو ايه الوقت، تمرين بقى، دنيا كويسه الحمد لله، احنا ماشيين كويس، وات ايفر، في معسكر يعني ماتشات الحمد لله احنا كسبانين، لا ممكن اتكلم معاه. دينا انت كابتن فريق نموذجي، وعايز اقول لك ان انت يوم بعد يوم بتزدادي نضج الحقيقه، وانا قريب منكم يعني انا عارف ومعاشر وبروح اقعد في الملعب كتير وبتفرج على تمرينكم. انت بتزدادي نضج كتير وعلى فكره وتمسكوا بده، كل واحد ليه دور. اكيد عارفه يا نور، انا بقول كل واحد فيكم ليه دور وكل لعيبه فيكم ليه دور، امسكوا ده بقى زي ما بيقولوا عضوا عليه بالنواجذ زي ما بيقولوا. احنا بنكسب هنقعد 10 سنين نكسب. ما والله فعلا يعني ان شاء الله طبعا باذن الله. ان شاء الله. حتى في لعيبه يعني بتفكر انها الصراحه ما تكملش السيزون ده، بس مش يعني بعد السيزون ده ما تكملش الصراحه، بس مش هقول اسمها. لا مش لازم، بس مش هينفع اقول اسمها خالص. بس لا بقنعها ان هو ما ينفعش خالص. احنا الحمد لله
لازم احنا دي البدايه، احنا ما لحقناش لسه نعمل حاجه. برافو عليك. فهم اتليست 5-6 سنين كمان، عشان خصوصا هي واحده صغيره يعني، اتليست انت لسه قدامك وقت عايزه تعملي كده دلوقتي ازاي. يعني دورك مهم، الكوتش مش هينزل يعني يتكلم الكلام ده لا خالص. فما بقول لها يعني لا ما ينفعش، فبتحاول دلوقتي تفكر في الموضوع، خصوصا ان احنا لسه كسبانين وهي لعبه كويس. فهي ده مديها البوش الصراحه ان هي لا تفكر في الموضوع تاني. مش هنسيب حد وهنكلبش في كل العيب. اه بالظبط. وكذا مره كان برده ممكن بيحصل الكلام ده، بس يعني ناس مثلا ممكن تبقى مصابه، تبقى مثلا طولت فتره الاصابه شويه، تبقى اللايف ستايل بره عجبتها اكتر، فتبقى مش عايزه ترجع تاني، او حاسه ان هي خاصه ان احنا عندنا لعيبه محترفه بره بالظبط، مرتاحه بس شوية. انا متاكد ان النادي الاهلي ان شاء الله اكيد بعد المكسب وبعد ان انتوا فتحتوا نفس النادي الاهلي ككله كمجلس اداره وككل حتى الجماهير، اكيد ان شاء الله مش هيسيبوا النادي الاهلي. النادي الاهلي قادر على اي حد. ان شاء الله، ده اكيد ان شاء الله يكون باذن الله.